معتصمين سلميين نطالب بإقالة الظلم، واحنا ليس رافضين عن الضريبة، نريد احنا المصلحة العامة لصالح البلاد والعبة، لا نريد ان ندفع الضريبة لمصلحة اشخاص، نريد ان الضريبة تتسلم للمصلحة العامة للبلاد والعبة. ونحن والان لدينا كنا معتصمين اعتصام سلمي أمام وزارة المالية وأمام مصلحة الضرائب وقاموا علينا بالاعتداء بمكافحة الشغب وأمام والرصاص الحي، فقتلوا علينا شهيد، الآن مقتل علينا تاجر ومعنا 20 نفر مصابين في المستشفيات. فنحن نطالب فخامة رئيس الجمهورية أن ينظر إلى أحوال التجار الذي هم الصمام الأمامي للدولة، الذي هم العمود الفقري لاقتصاد اليمن، الذي هي الشريحة القوية لاقتصاد البلاد. ونعرف في العالم كله أن التاجر في العالم يحافظ عليه ويحترم، ونحن مهانين أمام نحن والتجار، نحن محاربين ومتهمين بأن احنا بلاطجة وبأن احنا لصوص. نريد الإنصاف ونرد من فخامة الرئيس عبد الرب منصور بأنه ينقذنا من هذه العصابة الفاسدة. فأنا احنا ضربنا ضربونا بالرصاص الحي بالقنابل المسيلة للدموع، احنا عصمنا عصام سلمي وفقا للقانون والدستور بالتصريح، يعني ما فيش بتصريح من وزير الداخلية بهذا الكلام. نفاجأ بالضرب علينا رغم انه القضاء لهم 4 شهور معتصمين، القوات الجوية لهم 5 شهور، جميع الزبالين احنا عصمنا يومين خلاص حلقت الدنيا.